أهلا وسهلا أبي حيدر، ممكن تشرح لي عن صاحب التابوت؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فصاحب هذا المقام وهذا التابوت الحبيب الإمام العلامة القطب الحبيب عمر بن عبد الرحمن بن عقيل العطاس ابن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة ابن علي صاحب الدرك ابن علوي الغيور ابن الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي ابن محمد صاحب مرباط ابن علي بن علوي خالع قسم ابن محمد ابن علوي ابن عبيد الله ابن المهاجر إلى الله أحمد ابن عيسى ابن محمد النقيب ابن علي العريضي ابن سيدنا جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الصبط سيدنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه ابن فاطمة الزهراء ابنة محمد بنت محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. هذا الإمام ولد في قرية اللسك بقرب عينات في حدود سنة 992 للهجرة النبوية، وأخذ العلم عندما بلغ من السن السابعة، أخذ العلم عن مشايخه وعن أهله ووالده في قرية اللسك، ثم ذهب إلى عينات عند شيخه الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، وكان من أخص تلاميذه والآخذين عن هذا الإمام الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم. ولما تأهل هذا الرجل العظيم سيدنا الحبيب عمر، أمره شيخه الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم، أمر هذا الحبيب أن يصعد إلى هذه البلاد، وقال لو أعلم أن بلادا تحتاج أشد يعني في حاجة إلى الدعوة إلى الله لما أرسلتها إلا لعمر بن عبد الرحمن العطاس. وأمر والده أيضا أن يذهب معه، وقال له اذهب مع ابنك الحبيب عمر. فامتثل أمر شيخه ووصل إلى هذه البلاد وهذه الأودية في حدود السنة 1040، وأول ما قصد منطقة سدبة الآن ما يعرف بوادي العين أسفل وادي العين، ثم جاء إلى هذه البلاد معلما ومدرسا وناشرا للدعوة إلى الله، وصعد إلى مسجد الجامع وتزوج بهذه البلاد عند أحد القبائل من هذه البلاد أيضا، وكان متزوجا في بلده اللسك، قرية اللسك ما يسمى بقرية القرية الآن تسمى القرية قرية اللسك. ثم جاء بأبيه وزوجته وأهله، انتقل انتقالا كليا في هذه الأودية، وفتح بالدعوة إلى الله منطقة وادي عمد ووادي ذوعان، ولم تجب عليه جمعة في مناقب هذا الإمام أن سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس لم تجب عليه جمعة. لما؟ لأنه لما سافر من بلده اللسك قرية بعيدة وهو مسافر لم يستقر في بلد أكثر من 4 أيام، فهو ناشر للدعوة إلى الله. عدد المساجد الذي بناها في هذه البلاد حوالي 17 مسجدا بناها في هذه الأودية، وكان كفيف البصر كف بصره وهو صغير، وناشرا للدعوة إلى الله سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. وجاء بأولاد 9 أولاد ذكور الذين أعقبوا هم 4 أولاد ذكور. الآن من ذرية هذا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس آل العطاس، من ذرية هذا الحبيب فقط ينتسبون وهو متفرعون، ومن ذرية أولاده 4، وهو سالم ابنه الذي سنتحدث عنه، سالم وسيدنا الحسين ابن عمر
وعبد الرحمن بن عمر وعبد الله بن عمر. هؤلاء انحصر دري هذا الإمام ونسل هذا الإمام في أولاده الأربعة اللي هو سالم وحسين وعبد الرحمن وعبد الله. أما سيدنا الحسين فجاء بعشرة أولاد، وسالم كذلك جاء بذرية مباركة، وعبد الله وعبد الرحمن. فانحصر آل العطاس في ذرية عمر بن عبد الرحمن العطاس في أبنائه الأربعة هؤلاء الحسين وسالم وعبد الله وعبد الرحمن. بقية أولاده الخمسة لم يعقبوا ولم يكن لهم نسل. كذلك كان له أخوان عقيل وعبد الله وصالح، كان للحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثلاثة من الإخوة، وسيدنا عقيل مقبور خارج القبة وهم يقال لهم أيضا آل العطاس، وسيدنا عبد الله وسيدنا صالح. سيدنا عبد الله هذا كان في منطقة يافع في محافظة أبين، لا تزال له ذرية. بقي هذا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس في هذه البلاد ناشرا للدعوة، ناشرا للعلم، مصلحا بين القبائل، والتف حوله قبائل المنطقة ومشايخ المنطقة وأهل المنطقة، وساعدوه وناصروه وأيدوه وأحبوه وأحبهم، وتزوج منهم زوجات كثير، تزوج عند القبائل وتزوج عند المشايخ. وكان ابنه الحسين أمه من نهد من آل بشر، وابنه عبد الله عبد الرحمن كذلك، وأما عبد الله كذلك ابنه أمه من الباعشر البعيزة، كذلك سالم أخوال آل الرباع. بقي هذا الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس في حدود سنة 1072 كان انتقاله إلى الدار الآخرة في منطقة يقال لها نفحون، تبعد عن حريضة 3 أميال. كان انتقاله ليلة الخميس في يوم أو ليلة 23 من جماد من ربيع الثاني سنة 1092، بعد عمر 80 سنة قضاه الدعوة إلى الله في نشر العلم. ووقف في الجمعة التي قبل وفاته يقول لأهل بلد زاهر والنفحون: ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فقال: اللهم فاشهد. هذا هو سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، شهدوا له مشايخه بالتواضع الجم والعلم، وشهدوا له كذلك أقرانه، وشهد له كذلك تلاميذه. فمن تلاميذه والأخذين عنه سيدنا الحبيب الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، ومن تلاميذه أيضا سيدنا الحبيب أحمد بن هاشم الحبشي، ومن الأخذين عنه كذلك سيدنا الحبيب عيسى بن محمد الحبشي في منطقة خنفر، ومن أخص تلاميذه والأخذين عنه الشيخ الجليل علي بن عبد الله باراس، وهو ابنه بالتربية والعلم كذلك. كان هذا الشيخ من أهالي حريضة من قبيلة المظفر الشيخ علي، وكان يقول هذا الحبيب عمر بن عبد الرحمن: أنا صندوق ومفتاحي علي باراس، ومن فرق بيني وبين الشيخ علي باراس لا يفلح. فالشيخ علي بن عبد الله باراس من أخص تلاميذ الحبيب عمر والأخذين عنه، قال الحبيب عمر: من فرق بيني وبينه لا يفلح. فلذلك تسمع وترى دائما في الفواتح الراتب إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، قبل أولاد الحبيب عمر وقبل الأخذين عنه رضي الله عنه وأرضاه. من هم تلاميذ حبيب عمر بن عبد الرحمن؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تلاميذه كثر، ومن أجل تلاميذه الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب تريم قطب الدعوة والإرشاد. وهذا الحبيب زار الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وطلب منه اللقاء، وجاءه قاصدا من مدينة تريم. والإمام الحداد في ذلك الوقت سنه فوق 20 سنة، وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس في 80 من عمره. فيذكر لنا الإمام الحداد هذا اللقاء
قال أن جئنا إلى حريضة فلم نجده بها، فقصدنا عند محبه علي بن خولان السعدي من أهالي حريضة، فقيل لنا أنه بمنطقة قرب حريضة، فجاء الحبيب عمر قال الإمام الحداد لمن عنده اكثروا من التسبيح والتهليل والاستغفار، فإنكم الآن ستقابلون العالم القطب وقته. والقطب قال العلماء معناه المشبع علما وعملا، كما قال ابن حجر أشد الناس إيمانا في وقته يقال له قطب، وقطب المتوكلين وقطب العارفين، هذه عند علماء التصوف. الشاهد أنهم يقول لنا كان جالسا مع الإمام الحداد واحد من البعباد، قال أما الإمام الحداد فعانقه وأما أنا فرأيته كالدرة البيضاء. يقول الإمام الحداد رأيت في الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ما في سلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مشبع علما وعملا، وطلب منه الإجازة والإلباس، فامتنع الحبيب عمر وقال له لا ألبسك حتى تلبسني، وهذا معروف أيضا عند علماء التصوف، وألبسه جلنسوته، وهذا ألبسه جلنسوته، وكذلك زاره مرة أخرى. قال الإمام الحداد نوينا زيارة أحد من الأولياء الأحياء وهو سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ونوينا زيارة بعض المنتقلين إلى برازخهم وهو الشيخ سعيد بن عيسى العمودي، فزارهما على هذه النية من بلد تريم. فقيل له كيف وجدت عمر بن عبد الرحمن العطاس؟ قال وجدته قلب ورب، أي أنه ليس في قلبه إلا ربه، ومدحه في قصيدة في ديوانه عندما ذكر مشايخه، فقال الإمام الحداد رحمه الله ونفعنا بعلمه في الدارين وجماعة منهم أخذنا عنهم علم الطريق القصد، فانصت واسمعي مثل الجمال نزيل مكة شيخنا والفخر والصوفي عقيل المصقعي. ذكر في هذا البيت ثلاثة من مشايخه، ثم أفرد الحبيب عمر بن عبد الرحمن ببيت لوحده فقال وأبي حسين عمر العطاس من قد صار من أهل اليقين بموضعي، واليقين أعلى درجات الإيمان. كذلك يقول أن هذا السيد كمالاته باطنية لا يطلع عليها إلا الصادق، وربما كان شديد التواضع، قال عند أهل بلده فلا يعرفون مقام هذا الإمام عند ربه. وكان لقاء آخر في مدينة حورة قريب منطقة حريضة، آخر لقاء للإمام الحداد مع الإمام العطاس في مدينة حورة عندما صعد الحبيب عبد الله بن علي الحداد إلى دوعن، وصعد قبله أحمد بن هاشم الحبشي المقبور في الحسيسة عند المهاجر الله، وجاء كذلك الحبيب عيسى بن محمد الحبشي. يقول هذا الذي يصف هذا اللقاء أن استأذنه الحبيب أحمد بن هاشم وقال له اجعلوه يصبر قليلا حتى يأتي الإذن، فجاء الإمام الحداد قال كذلك يريد اللقاء، فقال فليجلس قليلا حتى يجي. ثم جاء الإمام عيسى بن محمد الحبشي قال فخرج علينا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وجلس معنا من غير قهوة ولا شيء، وقال أنت يا عبد الله حداد تذهب إلى كريم ولا تمسي الليل إلا بهينا، وأنت يا أحمد بن هاشم كذلك تصعد إلى دوعن، ونحن وإياك يا عيسى سوف نذهب إلى حريضة وإلى عمد. فيقول عيسى بن محمد يصف هذا اللقاء من غير ورتب لنا الفاتحة، وقال موعدنا الدار الآخرة إن شاء الله. وكذلك قال الإمام الحداد لما كنا في هينن أرسل لنا إشارة وأعطانا شيء من أعطانا قال عصا ففهمنا الإشارة، الله أعلم ماذا يريد بهذا. فالشاهد أنه رجع الحبيب عمر وجلسه في منطقة عندن هو الحبيب عيسى بن محمد الحبشي، يقول الحبيب عيسى وهو عليه أثر التعب. ثم كذلك مشينا معه إلى نفحون بلاده، كذلك بلاد لما مشينا إلى نفحون قال أنت يا عيسى تذهب إلى خنفر ويوم الخميس تأتي إلى هنا. قال الحبيب عيسى فجئت في الوعد الذي قال لي، فجئت وجدت أولاده حوله وهو يحتضر
وفاضت روحه في يوم الخميس في 23 من شهر ربيع الثاني سنة 1072 ربيع ثاني. طيب، من تلاميذه أيضا الحبيب أحمد بن هاشم الحبشي، وكان زميل الإمام الحداد وقرينه، ففتح على الإمام الحداد في العلم وقبل الحبيب أحمد بن هاشم، فقالوا يا فجاء هذا الحبيب وقال يا حبيب عمر نريد الفتح ونريد الله يفتح علينا فادعوا الله لنا. فقال الحبيب عمر جاء بنظم الإمام البرزنجي في مولده، قال اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها انطوت الإحشاء على جنينها سطع نور المصطفى على جبينها. قال ففتح للإمام الحبشي هذا أحمد بن هاشم في العلم بعد ذلك. من تلاميذ أيضا من ذكرنا هذا الحبيب عيسى بن محمد الحبشي صاحب بن محمد بن أحمد صاحب الشعب، كان هذا في من تلاميذ الحبيب عمر، وهو مقبور الآن له قبة ومقام في خنفر. أما خواص أو أخص الخواص من تلاميذ الحبيب عمر فهو الشيخ المعروف علي بن عبد الله باراس. كان هذا الشيخ من أهالي حريضة، وكان يخدم الحبيب وكان يرعى الأغنام، وكان يجلس عند الحبيب ويقول له أريد أن أتعلم هكذا. ففي يوم من الأيام قال له يا علي تريد أن تقرأ؟ قال نعم. كان يدرسه، فقال ائتي ببداية الهداية، فجاء بها وقال له اقرأ بداية الهداية الإمام الغزالي. فقرأ الشيخ علي باراس، فقال له لما وصل إلى قوله أنا مشير عليك ببداية الهداية، وهي هذه بداية الهداية كتاب. قالوا علماء التصوف العلماء أنه لا يلبس عندنا في حضرموت أن الشخص لا يلبس العمامة حتى يعمل بما في بداية الهداية. ففتح على الشيخ علي تلك اللحظة وفتح له، ثم طلب العلم الشيخ علي كذلك في عمد على الشيخ باب حير وغيره. ولما بلغ من العلم قسطا من العلم الواجب واللي ينفع به الناس، قال له نريدك أن تذهب يا شيخ علي إلى بلاد الخريبة. فكان هذا القرار شاقا على الشيخ علي، لا يريد مفارقة هذا الحبيب، يريد الجلوس في حريضة، فقال له لا بد أن تذهب للدعوة إلى الله. فذهب الشيخ علي ونشر الدعوة إلى الله في دوعا، وله مقام وقبة وله مقام في الخريبة هناك، وكان له تلاميذ كثر، وكان يقرأ مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله. وتوفي سنة 1092 الشيخ علي بن عبد الله باراس. وما الحبيب عمر هذا يقول من فرق بيني وبين علي لا يفلح، يعني من فرق بيني وبين الشيخ علي باراس. لذلك أنت تجد في الراتب عندما يذكر الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ويذكر بعده الشيخ علي بن عبد الله باراس، يقول الحبيب عمر أنا صندوق ومفتاحي علي باراس. ويقول الشيخ علي في شيخ الحبيب عمر كل الأولياء ونعم وشيء لله نريد دعاء وبركتهم، وأما أنا ففي الصف الثخين ملأ علي المشاف عمر بن عبد الرحمن العطاس فلا أرى أحدا في مرتبته. وهكذا المريد تجاه شيخه، حب شيخك بقدر ما تستطيع لكن من دون أن تسيء إلى الآخرين كما يقول المشايخ الكرام. ومن حبة الشيخ علي وامتثال لأوامر هذا الحبيب يذكرون قصة هذه واقعية، أن الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس أمره أن يذهب بالطعام إلى بلد عنيبات لمن يشتغل بالرعض وسقي الأرض بالماء، وكان السيل تلك الليلة جاء في وادي عندل، فأخذ الشيخ علي فوجد الوادي ملآن بالماء الجارف الذي يجرف الناس، فامتثل أمر شيخه وأخذ الطعام فوق رأسه وربط نفسه وقال بسم الله ودخل إلى هذا الوادي وهو يصارع الماء بقوة وثبات إلى أن وصل إلى الجانب الآخر ووصل الطعام إلى أهله. ثم رجع إلى الحبيب عمر قال له ماذا فعلت؟ قال وصلت الطعام. قال ألم يكن هناك سيلا أو ماء؟ فقال أنت قلت لي أوصل الطعام، ما قلت لي إذا في سيل أرجع. وهذه نادرة تكون، ولكن الإنسان بعقله وبعزيمته يفعل المستحيلات.
بعد أن تأكد من صحة عزيمته وقوة عزيمته وصحة مقصده أرسله إلى بلد الخريمة.